الحكايه دي؟ ايه يا بنت بتصرخي كده ليه؟ الراجل ده بيتكلم عن ايه؟ شغل شغل مع خالك عزت. خلاص فهمتي لي كمان ولا تحب افهمها لك؟ ايه ولا تحب اخلص لك عليه وانشولك طلقه من فوق السطح طرقه قناص؟ تمام. مستحيل مستحيل تكون وصلتوا للدرجه دي. مستحيل. بابا بابا يا بنت بابا اهلك جرالك بتصرخي ليه مالك؟ بابا ايه ده مالك يا ايمان؟ انا عارفه البت دي جرالها ايه. حد زعلها؟ انت عملتي فيها حاجه؟ انا ابدا يا بابا اصلا ضايقني. انا ما عملت لهاش حاجه يا بابا. ده هي اللي هي يا مين يا ولد؟ ماما هي اللي زعقت لها مش انا. طب روح يا اخوي روح افتح الباب روح. من ساعه ما رجعت وانا حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل في البيت. ما لقيتوش يا خالد. من امبارح وانا بدور عليه وما لقيتوش. ما لقيتوش؟ ايه يا مان بتعيطي ليه؟ اصلها زعلانه عشان الدرديري. حضرتها بتخانقني علشان الدرديري. لا في شيء تاني. في شيء تاني بيحصل هنا. يا ايه الحكايه؟ انتوا بتلعبوا بيا يا سيد. معاذ الله سليم بيه. انت بتتعامل مع رجاله. رجاله حاره المناديلي. مش كل حاره المناديلي يا بيه. وبعدين خلاص من هنا ورايح مفيش حاجه اسمها حاره المناديلي. هيبقى اسمها حاره سعاده باشا. انا مش في سعاده باشا يا ولد دلوقتي. انا عايز حاجه واحده وبس. اؤمر سعاده البيه. ولد قابل ابوها ابوك اسمع موافقته بودني واقرا الفاتحه بايدي. الله. هي مش ماما قالت لسيادتك ان هو خلاص موافق؟ هو مين ده اللي وافق يا ولد؟ بابا سعاده البيه وافق وكان سعيد جدا. لا انت بتضحك عليا يا ولد. يا سليم بيه وده موضوع برضو فيه ضحك ولا فيه هزار؟ يعني وافق صحيح؟ عيب يا سليم بيه. طب وهي اوعى تقول لي انها مش موافقه. يا سعاده البيه احنا بعد كلمه بابا مفيش حد له كلمه تاني عندنا. خلاص يلا بينا نروح له نقابله ونتفق معاه. الله. هي مش ماما قالت لحضرتك ان هو مسافر؟ مسافر تاني ازاي؟ ايوه سعاده البيه ما هو يا دوب جه وراح مسافر على طول. خلاص نروح له نسافر له. نسافر له النمسا بيه. نمسا؟ ايوه سعاده البيه اصله يا دوب رجع لقى ان في مأمورية مستعجله. كان الجواب جاهز والتذكره جاهزه وكل حاجه جاهزه وكان ميعاد الطياره قرب بيه. ده كلام غريب قوي يا ولد. سليم بيه خلينا نتعامل بثقه شويه بقى. ده احنا هنبقى نسايب. يعني ايه؟ يعني نشوف ايه اللي ورانا بقى واعتبر ان الموضوع ده منتهي. انت بس اللي اعصابك تعبانه يا خالي عشان اتخانقت مع خالي عبد الحميد والدكتور صبري. لا أنا من ساعة ما رجعت من البلد وأنا حاسس بجو غريب في شكلكم وفي البيت. ده حتى الحتة بقى شكلها غريب. إيه اللي حصل في كام يوم غبتهم؟ أبدا يا خالي ما حصلش حاجة. لا حصل وبالذات إيمان. زي ما أكون هيجي لها انهيار عصبي. أصلها إيه؟ الشاي يا رياض. ما تقول ما تنطق يا فاطين. زعلانة عشان عشانك المسرحية. مالها المسرحية؟ انت مش قلت خلاص؟ هو انت ما دريتش يا رياض مش رجعوا في كلامهم؟ خد الفلوس اللي كان شايلها عندي ورجعها لهم. ايه؟ ايوه يا خالي القسط رجعته وسحبت المسرحية. فرحة ما تمت. طب تعالى اقعد احكي لي بقى اللي حصل بالظبط. ابدا كان وهم يا خالي كان وهم. عمر الحدايه ما ترمي كتاكيت. كانوا عايزين ايه يعني؟ كانوا عايزين يمسخوا المسرحيه يا خالي. دول ناس فاتحين دكانه مش مسرح. التجاره وعايزين يلموا فلوسهم ويقدموا بضاعتهم لزباين معروفين. دكانه زي كل حته ما بقت دكانه وكل شيء فيها قابل للبيع.
رؤوف رأفت المخرج. مخرج؟ ده بالكتير مقاول الأنفار. وانت ازاي انخدعت فيه بالشكل ده؟ زي ما انت انخدعت في الدكتور صبري. لا يا ابني، صبري افسدوا الخواجات اللي اتلم عليهم، لكن المخرج ده له تاريخ كويس. ايوه، بس وصل لتفسير مريح يريحه من تاريخه ومن كل حاجة. قال ان المسرح في الزمان ده خالي بقى سلعة زي اي سلعة في السوق. سلعة؟ الفن والثقافة كمان بقوا سلعة؟ سلعة زي اي سلعة، تخضع لقانون العرض والطلب في السوق زي اي حاجة. اسمع، انا مش عايزك تتخاذل. المسرحية دي لازم تطلع زي ما كتبتها، واوعى تستسلم لطوفان المنفعة زي صبري ورؤوف رأفت وغيرهم. ومهما كان اللي بيحصل في العالم النهاردة، فتأكد ان القيم الحقيقية لازم تنتصر. انا شخصيا مؤمن بكده، مش هستسلم ابدا. ايه يا شكري، فين المقال الاولاني بتاع مؤتمر دول العالم يا راجل؟ يا راجل سايب شغلك وراح تدور على اسمه دردير ده برضو؟ الله، خلص المقال الاول يا حبيبي. معلش يا استاذ عبد العزيز، لازم انزل دلوقتي، في واحد يمكن يطلع هو الاستاذ دردير. الصبح المقال هيكون عندك. حاضر. مجنون؟ ايوه مجنون، سليم سعاده راجل مجنون ومحدش يمسك له على كلامه. ومين اللي شجعه على كده يا ماما؟ مين اللي خلاه يطلع لحد هنا ويدخل عندنا ويرجع يطلع تاني ويسال على بابا؟ يا بنتي عايزاني اعمل ايه؟ افضح نفسي؟ اتخانق معاها قدام الجيران؟ الفضيحه بدات من تحت يا ماما، من المشاريع الغامضه اللي بتعمليها معاه انت وخالي عزت وسناجي. هي المشاريع دي شيء والهبل اللي في دماغه شيء تاني. المشاريع دي هتصلح حال الحته وحالنا المايل. لا يا ماما، لا، المشاريع واللي في دماغه ده شيء واحد. اذا كنت النهارده بتقدري تفصلي بينهم، هتيجي لحظه ومش هتعرفي تفصلي بينهم. ما دمتم مصرين تنفذوا كل حاجه ومن ورا بابا. وبعدين معاكي بقى يا ايمان، ما تفهمين يا بنتي، فهميني. اذا كنت النهارده مستعدين تضحوا بالبيت وباللي فيه، هتيجي لحظه وتضحوا بيا انا كمان. هتضحوا بيا فعل ومش كلام. انت جرالك ايه؟ انت خلاص شفتي المأذون واقف على الباب؟ ما انت حره، اتجوزي اللي انت عايزاه. نفسك تتجوزي ابن نجف المفلس؟ خلاص اتجوزيه، انت حره. انا مش هتكلم، مش هفتح بقي، ذنبك على جنبك، بس اعملي معروف بقى، حلي عنا، خلينا نشوف حالنا، بلاش دوشه. لا مستحيل اسكت مهما حصل. سليم بيه احنا خلاص بقينا اهل وقرايب، معقول حد هيضر اهله وقرايبه؟ امضي امضي يا سليم بيه، امضي. العقد يا سليم بيه يتضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن تماما. طرفين ايه يا متر؟ طرفين ايه؟ المساله ما فيهاش اطراف ولا حاجه، المصلحه واحده والهدف النبيل واحد. يعني مش من حقي يا متر ان انا اناقش بنود العقد ولا ايه؟ حقك يا سليم بيه. يا سليم بيه، ما احنا جبنا الحدوته وفصصناها حته حته، ايه مش عاجبك في العقد تاني؟ مفيش. احنا مش قلنا ان بعد الثقه المتبادله والنسب والمصاهره مفيش محل المناقشه؟ امضي امضي يا سليم بيه امضي. لا، بعدين. بعدين؟ بعدين يعني انا عايز لما يجيلي تلغراف يطمني. تلغراف منين؟ من النمسا يا ولد، انت مش قلتلي ابو العروسه راح النمسا؟ طب انا همنع بقى الجوازه دي حتى لو وافق ابوها كمان. الله، استنى يا خالي. ما استناش خلاص، انا حتى من هدومي ده هيجنني معاه. البنت خدناها توافق وابوها يوافق، والارض قلنا هنرجعها تاني حاره سعاده باشا الكبير، والمبلغ راخر. الله خلاص. اصل هي عايزه تبيع. انا حمضي، مش حمضي، انا حمضي. بس لما يجي التلغراف يطمني على مستقبل عيله سعاده باشا. إن نقطة الخطر تبدأ من العلاقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة على كل الوجوه، على كل الوجوه، وخاصة في تتابع الصراع الدائر بين القوى الكبرى على ساحة هذا الكوكب المنكوب بالجشع والأنانية.
ايه ده؟ ده كلام خطير جدا. مساء الخير يا بابا. تعالي يا ايمان تعالي، عايزك تقري اللي اخلصه من الترجمه دي اول باول. هو ايه ده اللي بترجمه؟ ده الكتاب اللي جابوه الاستاذ شكري عن نهايه العالم. وهو مستعجل؟ انا اللي مستعجل يا ايمان. تعرف لو ما كنتش رحت البلد وقابلت صبري ابن عمك مع الخواجه ما كنتش بدات الترجمه بالسرعه دي. اللي حصل من صبري والخواجه شيء مستفز، كان هيخلي قلبي ينفجر من الغضب. بعد الشر عليك. كلام الدرديري عن الخواجات له اساس من الصحه، اساس اكيد، بس انا رجعت ما لقيتوش. بابا فاطين كان بيدور. انا عارف انه بيدور، بس اذا فاطين ما لقاهوش شكرا هيلاقيه، اكيد هيلاقيه، ونكمل الدايره مع بعض ونواجه اللي بيحصل حوالينا ده كله على مستوى هنا وعلى مستوى العالم. بابا انا كنت عايزه اقول لك، انا حاسس اني مستعد اوهب نفسي نهائيا للعمل في مواجهه اللي بيحصل حوالينا ده وعلى مستوى العالم. ما لازم تعرف ان انا مش محتاج غير اصرار الدرديري. انا شخصيه راجع من الاصرار ده من البلد. يا بابا يا بابا الظروف حوالينا يا بنتي، انا مش محتاج لان ما يكونش حواليا قلق لا في البيت ولا في المدرسه، واقعد اكتب وترجم ورايي يوصل مع راي الاخرين للناس. يا بابا اللي بيحصل حوالينا المدرسه، واديني مستمر في تدريس الفلسفه رغم انف المدير، والبيت يا ايمان واديكي جنبي، وناجي بدا ينصلح، وامك اكيد بقى هتزهق بقى من كلامها الفاضي وافكارها النفعيه الصغيره، وخالك هخليه يبعد عننا خالص، والدرديري ضروري هنلاقيه، لازم نلاقيه ونرجع نتشاور بشكل جديد. تعرف يا ايمان، انا والدرديري كنا قريبين قوي من بعض اكتر مما كنت متصور. ايمان انت سبتيه ورحت فين؟ انا ابدا. لا انت بعدت عني، انت كنت عايز تقولي حاجه؟ ابدا يا بابا، انا كنت جايه اطمن عليك بس قبل ما انام، اصلك النهارده كنت ايه ده؟ ايمان انا من ساعه ما رجعت وانا حاسس انك عايزه تقولي حاجه. ابدا يا بابا، انا كل اللي عايزاه انك تكون كويس. اتفضل يا استاذ. يا درديري قوم يا درديري. انت يا سيدي ايه خبر؟ ايه خبر؟ ايه؟ لا مش ده، مش هو. مش حضرتك قلت الدرديري فرج؟ لا تاني الدرديري يا ابو الفرج. اتغطى تاني. بابا بابا بابا. ايمان ايه ده انت قاعد كده من بالليل؟ نمت ساعة وانا قاعد ورجعت تاني للشغل. ده مش معقول ابدا يا بابا. بالعكس ده معقول جدا يا ايمان، ده الشيء الوحيد المعقول لو تعرفي خطورة الامور. بس مش للدرجة دي يا بابا. المسألة تستحق صدقيني، بس محدش داري. درديري فضل يتكلم على الخطر وكلنا فاكرينه بيبالغ، لكن احساسه صحيح. الخطر يبدا من هنا، العالم على قمه بركان ومحدش حاسس. ايمان الكتاب ده لازم يتنشر هنا. بابا انت لازم تدخل تنام دلوقتي. انا لازم اروح ادور على الدرديري انا وشكري. لا يا بابا، بقول لك ايه، انا هروح لفاطين وهننزل ندور عليه، النهارده الجمعه وفاطين اجازه. طب اسمعي، خدي فاطين وروحوا شكر برنان وقولوا له على الموضوع وخلوه يجيني ضروري. ما قالكش هو عايزه في ايه؟ ما قالش والله يا سناجي، هو قال لي لازم انا ابلغه شخصيا انه عاوزه ضروري ومستنيه هو والرجاله تحت على القهوه. طب روح انت دلوقتي، انا هبلغه اصل هو لسه نايم. حاضر.
في ايه يا ناجي؟ الاهواج عايز يلعب بديله، بعت لبابا كمان. وده ماله ده كمان؟ ما هو كان عايز يخش اللعبة ودلوقتي عايز يبلغ بابا باللي حصل. هو احنا ناقصين مصايب؟ هو بابا لسه نايم؟ نايم؟ ابوك قاعد من امبارح بيكتب في المكتب. ما يضرش، انا هنزل اشوف ابو زيد الجبان ده قبل ما نيلها، واشوف كمان حكاية التلغراف. تلغراف ايه يا ناجي؟ تلغراف اللي هيجي من نمسا. نمسا؟ ولا انت بتخرب بتقولي على الصبح يا ست؟ ده شغل انا بقى، انت مش ليك المسألة تمشي وخلاص. طب بقولك يا ناجي، حكاية الراجل اللي اسمه سليم ابو وردة دي متكعبلة مع اختك خالص. اهي التلغراف اللي هيجي ده بقى هو اللي هيحلها. طمنيها انت بس وهدي اللعب مع بابا، هدي اللعب على جميع الجبهات لحد الطائرة ما تقلع الى الاعالي. طائرة؟ طائرة ايه؟ وضو التلغراف ايه؟ ودي يا ناجي. الله، هو الواد هيخبي علينا كمان؟ بس انا بقى عارف هو بيقصد ايه. ما طلعش هو يا حسين، ده الدرديري فرج التاني، الدرديري ابو الفرج. ايوه حاول الله يخليك. استاذ شكري، الاستاذ عبد العزيز عايزك في مكتبه. ده مش اديته المقال يا عباس؟ سلمته من ساعتها، بس طلبك دلوقتي بسرعه. صباح الخير. صباح النور يا سيدي. ايه اللي انت كاتبه ده يا حان؟ ده تاني مقال عن مؤتمر العالم الفقير. وده برضو كلام معقول يا شكري؟ ده كلام مش من عندي، دي تقارير لعلماء كانت في المؤتمر. ما هي دي المفاجآت اللي قلت لك عليها. الكوارث الطبيعية هيحولوها لكوارث صناعية؟ يعني ايه؟ يعني زلزال صناعي يدمر العالم، طوفان صناعي يغرق الدنيا. يعني على سبيل المثال ييجوا فوق بركان خامد ويرموا قنبلة ذرية تتسبب في زلزال صناعي يدمر كل شيء. معقول؟ ده تقرير سري حصل عليه علماء من زملاء ليهم في نفس الدول اللي بتبحث الحكاية دي. وليه؟ هي الحروب مش كفاية؟ لا مش كفاية، الدول دي بتفكر في وسائل جديدة تانية مبتكرة عشان يخفوا العالم، يتخلصوا من الأزمات اللي ممكن تحصل نتيجة لمشاكل العالم الثالث. ده جنون يا شكري. ويا الحرب دي أصلا مش جنون؟ الحرب اللي ممكن تقضي على الكل في لحظة مش جنون؟ الحرب ده شيء منذ الأزل ولها قوانينها، لكن يعملوا كوارث صناعية للتخلص من البشر؟ لا لا لا، ده كلام أنا مش ممكن أوقف على نشره، لسبب بسيط، هو إنه غير قابل للتصديق. وهنروح بعيد ليه؟ هي قنابل الجراثيم دي مش برضو نوع من أنواع الكوارث الصناعية؟ زي الأوبئة الطبيعية اللي بتكنس في الناس؟ شكري يا حبيبي، إحنا محسوب علينا اللي بننشره، ومحسوب علينا السكوت عن أي شيء يهدد البشر. أيوة بس ده كلام مش رسمي، مفيش حد أعلن عنه خالص. هو في حد أعلن عن القنبلة الذرية لغاية ما فجروها في اليابان؟ مش يمكن مجرد شكوك ملهاش أي أساس؟ كل شيء يحيط به الشكوك في عالم اليوم يا أستاذ عبد العزيز، وبالذات بالنسبة للي بيدبروا للعالم الثالث المسكين. اقتصاد العالم الثالث بيتأمروا عليه، أمن العالم الثالث بيتأمروا عليه، وممكن يوصل الأمر لوجوده من عدمه. يا ساتر على تشاؤمك يا أخي، يعني انقراض؟ يعني إحنا هنصبح زي الحيوانات المنقرضة؟ أنا متمسك بنشر مقالي زي ما هو، عن إذنك. مستعجل على إيه بس؟ أظن رايح تدور على الدرديري برضه. المفروض إن أدور عليه في الوقت ده بالذات. إشمعنى في الوقت ده بالذات؟ عنده تقرير آخر؟ لأنه هو اللي كان دايماً يكلمنا عن كوارث العالم المتقدم، الخواجات. طيب يبقى خليه بقى يقول لنا الكائنات بتاعه الفضاء دي اللي مستنيها تنزل هتنقذنا ازاي وتنقذ البشريه من افعال الخواجات. اما اشوف راي رئيس التحرير ايه في الكلام الغريب ده. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش هو اتاخر شويه، بس انا ساب خبر فوق اول ما يصحى يجي على طول. شلبي شايل الناس الحلوه دي؟ مش عايزين. شربنا شربنا كفايه. ليه كده عم عزة؟ بتعمل فرق ليه؟ ده احنا اهل. طب ما تقول الكلام ده لخالك يا زناجي، قول للمعلم عزة الدمهوجي اللي عايز ضايع الناس ويقلب الحته ويقلب عشتها. الله 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 الله، ايه الحكايه يا جدعان؟ ما تفهموني ليه؟ لو انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ على كل حال الكلام مش معاك،
كلام مع الوالد لمؤاخذه. الوالد؟ طب ما احنا قاعدين بقالنا ساعتين ولا سال فينا. وصلاة الجمعة وجبت. بقول لكم يا اخوان، احنا نقوم نصلي الجمعة وبعد الصلاة نبقى نتكلم مع رياضة في عندي. يلا بينا. صح. يلا بينا. بينا يا رجالة، الصلاة أهم من كل شيء. يلا خدوني معاكم. لا استنى يا معلم. أنا عايزك أنت في كلمتين. نعم لمؤاخذة. أنا أصل ما لحقتش امبارح أفوت عليك، قلت يمكن يكون خالد اتصل بيك ولا حاجة. ما هو اتصل بيا في الأول. وأنت اللي قطعت الخط. خط إيه اللي اتقطع يا معلم؟ مفيش خط اتقطع ولا حاجة. تعال بس نبص بصة كده على القهوة عشان نشوف ايه المطلوب وتجهز نفسك. اجهز نفسي؟ اجهز نفسي لإيه بقى ان شاء الله؟ معقول يا معلم؟ يعني معقول القلبة دي تحصل في الحتة كلها من غير قهوتك ما تكون منورة فيها؟ قهوة سياحي ثلاث ادوار، قهوة بتلعلط تستقبل فيها الخواجات وولاد العرب. ايه؟ خواجات وولاد عرب؟ امال يا معلم امال؟ الحارة هنا هتبقى تجري خلق من كل حتة، وطبعا قهوتك لازم تبقى منورة فيها. ده احنا حتى مفكر ان احنا نعملها اوتيل، والقهوة تبقى تحت دورين، قاعدة شرقي وقاعدة فرنجي. قاعدة شرقي وقاعدة فرنجي. ملعوب تاني ده بقى ولا ايه؟ ملعوب ايه يا معلم بس؟ انا قلت اخلص الكام دكان سكة دول وبعدين ابقى اخلص موضوع قهوتك انت على رواقة. بقول لك ايه؟ عايز تصدقني نتكلم في الشغل، مش عايز انت حر. طب والناس دول اللي انا الناس دول انت اللي هتفهمهم مصلحتهم بنفسك. ما اصل انا برضو انا فهمتهم زي ما فهمتهم انه هيتخرب بيتهم، هتفهمهم اللي انت فهمته، ولازم يفهموا اللي انت فهمته ده يا معلم ولا ايه؟ طب والدك ده اللي جاي دلوقتي مش هيجي؟ ولو جه محدش يفاتحه في حاجه خالص. طب ودي بقى اضمن انا منين بقى لا مؤاخذه؟ معقول يا معلم؟ ده انت معلم ومع كل افهمك يا معلم. سليم سعادة. فاطين ما تزعقش عمتي تسمع، احنا لازم نتفاهم بهدوء. هدوء ايه اللي بتتكلمي عنه بعد ده كله؟ مستنيه ايه بعد ما وصلوا بالمساله البشاعه دي يا امان؟ فاطين ارجوك انا اعصابي تعبانه. ما هو كلهم يحاولوا يتاجروا بالحته واللي فيها، كلهم يحاولوا يقتلوا خالي من وراه ويهدوا البيت عشان الجشع اللي راكبهم، وعشان يحولوا الحته لسوق ويبقى حط الوسائل. ده ممكن نستنى عليه ونقول هنحاول نحله بهدوء، لكن يحولوك الورقة في اللعبة الحقيرة دي أمام، يحولوك لسلعة. يعني كل شيء في العالم بقى فعلا سلعة زي البيه المخرج ما قال، كل شيء بقى سلعة حتى انت يا أمام. ما هو يا فاطين ده كله كلام بيضحكوا بيه على الراجل ده. المهم احنا دلوقتي لازم حتى لو مجرد كلام فده شيء لا يحتمل، ما يسكتش عليه. الله مالكوا يا ولاد؟ ابدا يا عمتي مفيش حاجه، كل الزعيق ده ومفيش، ده عمره ما زعق كده ابدا. مرات خالي ولعتها حريقه ومش هتنطفي ابدا. انا قلت الزعيق ده وراه ثريا بنت الدمهوجي، بقالك اسبوع مقلوب مانيش عارفه ليه. طب فهموني بقى عشان اروح اكلم رياض. انا اللي هكلمه. لا يا فاطين ارجوك، انا بحاول اشوف حل من غير ما اعرض بابا لصدمه زي دي، ممكن ما يستحملهاش، ده البيت ممكن يحصل فيه مصيبة. مفيش مصيبة أكتر من إن تفكيرهم يوصل للدرجات دي يا أمان، مفيش. إيه؟ مش عايزة جوازكم يتم، مش كده؟ ده مش جديد، جديد أبشع من كده بكتير. فاطين، تعالى دلوقتي نشوف موضوع الأستاذ الدرديري، وبعدين نبقى نتكلم. أنا لازم أقابل خالي دلوقتي قبل أي شيء. فاطين أرجوك. يمكن فاطين وإيمان راحولي بعد ما نزلت من الجورنال. إنما قسم الحوادث بحاله. ما قدرش يوصل درديري يا شكري. لحد دلوقتي مفيش. اخر حاجه جدع بتاع خبري ده. طب وبعدين؟ اكيد هنوصل له، ما هو مستحيل يكون اختفى من العالم كده الا اذا كانت الكائنات الفضائيه لها دخل بقى. انا عايز اطمن على درديري يا شكري. ضروري هنلاقيه. قول لي بقى، انت وصلت في ترجمه نهايه العالم لفين؟ المقدمه، ودخلت على الفصل الاول. هايل. مش كده بس، الكتب اللي انت جبتها لي عن العالم الثالث حاطط منها هوامش مهمه جدا. كويس قوي كده، تبقى انت عملت اضافه للكتاب. ما هو لازم القضيه تبقى واضحه لنا هنا يا شكري. نهايه العالم او نجاته مرتبطه اساسا بمشاكل العالم الثالث اللي الخواجات لهم دخل اساسي فيها من ايام الاستعمار القديم ولحد دلوقتي.
الله، انت بدأت تستعمل كلمات الدرديري الخواجات؟ بعد اللي قريته واللي شفته يا شكري، وبعد اللي سمعته من صبري ابن اخويا والخواجة، ما قلتش بعيد عن الدرديري. عارف انا هخلي الاهداء لمين؟ لمين يا ترى؟ للدرديري وللدكتور صبري. الله، طب الدرديري ومفهومة، لكن صبري ليه بقى؟ عشان كولونيا ملوخية، عشان الخواجة اللي كان واقف معاه ضدي. عموما حصلت تطورات جديدة طرحها علماء في مؤتمر العالم الفقير اللي كنت انا فيه. تطورات ايه؟ مش مكفيهم اشعال الحروب في منطقة الدول النامية لصالح مصالحهم، عايزين يبتكروا كوارث صناعية يستخدموها وقت اللزوم. للدرجة دي؟ وكنت قاعد تقول ان الدرديري بيخرف. طلع خياله اقل من الحقيقة. المهم لازم تشد حيلك في ترجمة كتاب نهاية العالم، ولازم يتنشر في كل الدول الناطقة بالعربية في الوقت ده بالذات وبسرعة. وزي ما قلت لك انا اتفقت مع الناشر على نقل بعض فصول من الكتاب في الجورنال عندنا. بس انا عايز اطمن على الدرديري. لا، سيب موضوعه ده عليا. اسيبك دلوقتي تشتغل وما تضيعش وقت. بالسلامة. بالمناسبة، ايه اللي حصل في قطة الدرديري؟ قطة الدرديري؟ ايه ده يا ولد؟ اقرأ بيه، اقرأ بيه التلغراف. من نمسا؟ الله، أصلاً أنا بيه بعت التليكس امبارح ويا دوب الرد لسه جاني دلوقتي حالا. من نمسا؟ امال من حالة المناديل يا سعادة البيه؟ اقرأ بيه، مش حضرتك برضو بتعرف نمساوي؟ لا لا لا، خد اقرأ انت يا ولد. أوي بيه. شد النخت بركن سليم بيه سعادة فوانجراي إيمان. ترجم يا ولد، ترجم بسرعة. أوان يعني أبارك زواج سليم بيه سعادة من ابنتنا إيمان. معقول؟ أظن كده بقى نقدر نقول مبروك، كلام نهائي ومفيش فيه أي استئناف. أيوة، هاتوا خليه معايا أنا أحسن. اطمنت أنت كده وبقيت تمام التمام؟ أيوة، بس في حاجة واحدة بس يا ولد. إيه هي بقى؟ أشوفها وأقول لها بنفسي. يا مين اللي تشوف؟ العروسة يا ولد. يا اما ارد الباب ولا اناديله يا اما. مين اللي عمل كده فوق الدرديري؟ يوه، وانا ايش عرفني يا رياض؟ امال مين اللي يعرف يا هاني؟ مين اللي كان جايب بضيع اخوك قبل كده تحتل بيتي؟ يا دي الخيبة، هو ما فيش على لسانك غير اخويا وبس. وتحتل قطه وهو في محنته دي؟ اسمها غسة ندالة. الله الله الله، كفالة الشر فيه ايه؟ مين اللي طلع سنين لفوق؟ قصدي حضرتك في قط الاستاذ درديري؟ يعني انت كمان كنت عارف؟ الحقيقه بابا انا فوجئت. وانا الحقيقه برضو ما اعرفش. لا تعرفي، وكل شيء بيتم باتفاق بينك وبين اخوكي. لكن اسمعي، دي اخر مره هقولها يا ثريا، عزة الدمهوجي يبعد عني خالص، ما اسمعش اسمه خالص، ما اعرفش اي حاجه عنه ولا عن بضيعه المستورده وفلوسه الحرام. خلاص يا بابا حاضر، خلاص تنزل دلوقتي حالا، تخليه يشيل حاجته اللعينه دي من قط الدرديري. حاضر يا بابا، كل حاجه هتتنفذ فورا يا بابا. وانت يا ست هانم، تنظفي قطه وتشيلي كل الكراكيب اللي فوق بعد ما تتطهر من دنس اخوكي الدمهوجي. دنس ده كمان؟ خلاص يا ماما، خلاص كلام بابا كله هيتنفذ ودلوقتي فورا. ومن هنا ورايح مش عايز كلام فاضي منك. انا الاهم من افعالك الغبيه واطباعك الهبله، ورايا قضية لا تحتمل الصغائر. استنى يا ناجي، عايزك. معلش، بعدين يا فاطين، انا مستعد دلوقتي عن اذنك. مش هيكون فيها بعدين يا ناجي. الله 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 الله، ده يا عم فاطين، ما قلنا نتكلم بعدين، بابا بيزعق جوه. كلامي ليك دلوقتي انت يا ناجي، وبعدها مالكش كلام عندي. الله، ايه يا استئمان، اوعى تكوني قلت عقلك وصدقت حكاية الراجل المجنون اللي اسمه سليم ده. تمثيلك بقى مفضوح قوي يا ناجي. اسمعني بقى، انا ما كنتش متصور ان الجشع يوصل بيك لحد ايمان ولحد انا. فاطين يا حبيبي، الموضوع بسيط جدا، ما تكبرهاش. امال معقول يوصل بيك الامر انك تلعب باي شيء وبكل شيء، حتى مصير اختك؟ شوت صوتك يا فاطين بقى، وقف لعبتك انت يا ناجي قبل ما تولع في الدنيا، والا انا بقى اللي هولعها بايدي. ارجوك يا فاطين، بابا خالي لازم يعرف كل شيء اذا ما كانش في حد للي بيحصل ده. وبلغ مرات خالي، وبلغ المعلم الكبير عزة الدمهوجي يا معلم ناجي. فاطين كان موصلني لحد هنا، اصل انا ما لقيناش الاستاذ شكري. وانت هنا بتعمل ايه؟
لا ما انا رايح لخالي دلوقتي فورا عن اذنك يا بابا. اما نشوف بقى اخر النكد ده ايه. ثريا كلامي سمعتيه مش هتكرر تاني، وكل شيء في البيت ده لازم يمشي مظبوط. ايوه جاي اطلع بالمطلوب بقى جاد افندي. موافق على اللي بيحصل ده يا ابو زيد؟ موافق ان الحته يتقلب حالها كده؟ الله ايوه موافق. قال لك الكلام ده بنفسه بعظمه لسانه؟ قلنا ايوه يا جلاله قالها بعظمه لسانه وفهمني اللي ما كنتش فاهمه. لمؤاخذه ايه اللي ما كنتش فاهمه؟ سبحان مغير الاحوال. وايه بقى اللي فهمه لك وما كنتش فاهمه يا معلم ابو زيد؟ ما هو اصل بقى يا جماعه الواحد بقى ساعات في غضب وما بيشوفش كويس. لمؤاخذه الله وهي دي برضه عايزه تشوف يا ابو زيد. الله ما صبرك عليا يا عزه بمال. الله شوف اخوانا الدنيا المفروض انها ايه بتتطور. نعم بتتطور. تهزلات النبي بتتطور يعني ايه بقى؟ يعني بتتدور واحنا كمان لازم نتدور معاه. مفيش حاجه بتفضل على حال. يعني عم جدالله كان ترابيش قد الدنيا، دلوقتي بقى راح زمن الترابيش. لمؤاخذه ايوه يا معلم ابو زيد، عارف ان زمن الترابيش راح وانتهى، وعلشان كده مستني الواد ابني لما يخلص الجيش ويستلم مكاني في الدكان ويجيب مكنه خراطه. مكنه خراطه حديد محترمه. مكنه خراطه ايه بس يا جدالله؟ امال عاوز ايه يا ابو زيد؟ تتقلب كباريه ولا محل فساتين؟ عاجبك اللي بيعمله الدمهوجي وسليم سعاده وعاوزين يطردونا من الحته؟ فساتين ايه وكباريه بس يا جدع؟ الله الله المربع ده هينقل الحته نقله كبيره قوي وهتبقى حته من اوروبا. حته من ايه؟ الله شوفوا يا جماعه انا هفهمكم اللي انا فهمته بالظبط. من رياض افندي؟ من رياض افندي. المربع ده هينغنغ الحته في النعيم. تقولوا لي ازاي؟ اقول لكم ازاي. الحمد لله على السلامه يا عم قنديل. الله يسلمك يا ابو الحسن. قضيت الاجازه فين يا عم؟ كان بيذاكر. نعم يا سي عبد الجواد من اولها. الله. انا ما كذبتش يا قنديل، اكيد انت طلعت كتب الفلسفه وقعدت تذاكر لانك نسيتها بعد ما قلبت انجليزي. عبد الجواد ايه الحكايه؟ نعم. هو رياض هيرجع ياخد نص جدول انجليزي وترجع انت للفلسفه؟ وما رجعش ليه يا سي حسني؟ سبحان الله يا اخي. الله انا مش اصلا تخصص فلسفه؟ انتوا نسيتوا ان انا خريج اداب قسم فلسفه. جرايه يا انديل انت خلاص هتخلي رياض يلهف منك الانجليزي كده بالسهل وبموافقتك؟ هو ده اللي اتفقنا عليه قبل الاجازه؟ اجازه ايه يا استاذ حسني؟ ما بين يوم وليلة بتتسوى العجايب. نعم نعم يا سي عبد الجواد، العجايب هي اللي هتحصل لرياض عبد ربه هنا وهناك في تفتيش الفلسفة في المدرية يا عبد. الله انت هتمخوني ليه يا قنديل؟ انت دلوقتي اللي بتتخانق عشان دروس الفلسفة؟ ابسط يا استاذ حسني، اهو المجال فضي قدامك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 يا رياض يا حبيبي. اهلا يا راجل. انت كنت فين وحكون فين يعني يا سي عبد الجواد؟ ما كلنا كنا في اجازه. انا سالت عليك في البيت. ايوه صحيح قالوا لي، اصل كنت في البلد. طب المدام ما قالتلكش انا كنت عايزك ليه؟ لا خير. بالحضن يا رياض يا حبيبي يا حبيب قلبي. اهلا. ايه بس احكيلك بس وفهمني ايه الحكايه. اول واحد في الكشف يا رياض. نمرة واحد في الكشف يا صديقي. الله كشف ايه ونمرة واحد ايه؟ كشف الإعارة يا جدع. إعارة؟ إعارة ايه؟ ما انتش عارف إعارة يعني ايه؟ وانت جبت الكلام ده من ايه؟ كلام فارغ، مفيش كشوف إعارة بتتعامل دلوقت. لا الحصر موجود في الوزارة، واذا ما كنتش مصدقني روح اسأل بنفسك. مستحيل يا عبد الجواد. الله وانت بزعل نفسك ليه يا سي قنديل؟ كفايه بقى، بطل بقى راضي عبد ربه. ما انت رحت اتفقت وخلاص. الله الجدع ده ماله؟
ولا تسأل فيه، ابعت هات لنا الشربات. لا لا لا، أنا عايز الموضوع ده يبت فيه على وجه السرعة، لازم التحقيق ينتهي بكرة وإلا نظام المدرسة يتهد. الفندي اللي اسمه رياض عبد ربه ده لازم يكون مثل للكل. أيوة، من فضلك أرجوك بلغ عبد الوهاب بيه لما يوصل. ايه ده يا استاذ قنديل؟ ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه من الشكوى اللي انت كاتبها على الصبح دي. دي مؤامره يا فندم، مؤامره يا سعاده البيه. مؤامره؟ تقصد ايه؟ عايز يضيع حقي ويضيعني، عايز يحرمني من الاعاره غدر. قاعد يرتب لها من زمان. هو مين ده؟ رياض عبد ربه يا سعاده البيه. رياض عبد ربه تاني؟ ايوه ايوه يا سعاده البيه، طلع نفسه في كشف الاعاره مكاني. اعاره ايه؟ اعاره الفلسفه يا سعاده البيه، مع ان تقاريري كلها بتقول اني احق منه. بس انت مش مدرس فلسفه يا استاذ قنديل، انت مدرس انجليزي دلوقتي. ما هي دي اللعبه اللي عملها وقعد يرتب لها من زمان. طفشني من الفلسفه يا سعاده البيه، واخد لي بالك؟ ايه؟ طفشني ليه؟ عشان يخلاله مكان في إعارة الفلسفة ويتخطاني. كان قصدها يعني؟ ايوه كان قصدها يا سعادة البيه، وعشان كده كان بيتحدى سعادتك ويرفض نص جدول الانجليزي. لا بقى يا استاذ قنديل، انا مفيش حد يتحداني ابدا بتاتا، وده كلام ما يتقالش. لا اتقال يا سعادة البيه. رياض عبد رب وقف قدام كل المدرسين وقال: انا اتحدى مدير المدرسه لو قدر يشيلني من تدريس الفلسفه، ورجع تاني بعد الاجازه يكرر نفس الكلام بعد ما اطمن انه خلاص طلع اعاره. لا بقى يا استاذ قنديل، لا هيطلع اعاره بقى وتدريس الفلسفه مش هيدرسها من اصله بتاتا. الفلسفه اللي بيدرسها من مزاجه مش المقرر. شكري كويس قوي ان رئيس التحرير وافق على نشر مقالاتك عن مؤتمر دول العالم الثالث دلوقتي. يا استاذ عبد العزيز، نشر فصول من الكتاب ده جزء اهم جدا ومتمم لمقالاتي عن المؤتمر، والاستاذ رياض عبد ربه اللي بيترجمه دلوقتي نازل شغل بايديه واسنانه عشان نلحق في الجورنال. مش رياض عبد ربه ده بتاع الفلسفه برضه؟ ايوه حسين، ايوه موجود. عشانك يا شكري. ايوه حسين. ها لقيت الدرديري؟ متاكد؟ فين